الراجح في قصة ابن الصياد هل هو الدجال أم لا؟ ابن الصياد ليس هو الدجال، لكنه دجال من الدجاجلة. ابن الصياد ليس هو الدجال الأكبر، ولكنه دجال من الدجاجلة. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو تركته بين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: إن يكنه، يعني الدجال الأكبر، فلن تسلط عليه، أي لن تقدر على قتله، وإن لم يكنه فلا خير لك في قتله. الدجال الأكبر لا يولد له، ولا يدخل مكة ولا المدينة، وهذا ابن صياد قد ولد له ودخل مكة والمدينة، ولكنه كان الصحابة رضي الله عنهم يشتبهون في أمره، حتى كان جماعة منه يقطعون بأن الدجال الأكبر، وليس هو بالدجال الأكبر، إنما لما يوهم أمره. وفي غزوة من الغزوات لا يدرون أين ذهب، هذا يؤكد أمره أنه دجال من الدجاجلة، لكن لم يكن هو الدجال الأكبر. كان الدجال الأكبر كما أخبر عنه تميم الداري فيما رأى، كان موثقا في جزيرة من الجزر،